بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعايا النهاردة الشيف سهر. أهلا بك يا شيف. أهلا بيك. هتعملي لنا إيه النهاردة؟ هعمل لكم فاهيتة الجمبري وشوربة سي فود بالكريمة، والحلو هيبقى بسبوسة بالكريمة. طب كويس، اتفضلي بقى. نبدأ بقى. المقادير بتاعتي زبدة، توابل شرق أقصى، كمون. توابل إيه؟ شرق أقصى. تمام. دي بتخلي تست الشرب والحاجات دي كويس. كمون، توابلنا العادية، فلفل أسمر، ماجي، ملح، توم معلش، توم، ومعانا الكريمة. هو حاجة باينة في الكاميرا، وثاني الكاميرا مش جايبة حاجة، مش جايبة حاجة، تهيألي إن الكاميرا في حاجة جاية. وآدي شوربة السي فود، ومعانا كوباية مية. تمام. نبدأ؟ أنا طبعا قبل الهوا عملت كده. يا ريت المداخلات من الجمهور، شوفوا توقعات المباراة النهاردة مين اللي هيكسب، عشان الفائز ليه جايزة من البرنامج. هنحط قطعة زبدة، نعمل الجمبري الفاهيتة الأول. طبعا عشان الهوا وقته قليل، فخدت تشويحة كده البصل مع فلفل الألوان، ونكمل بقية تشويحتهم. وهيكون مع التشويحه. كان في شكوى وليه امر عايزه اقول عليها بسرعه، لان كنت عايزه اقولها الفقره الاولى بس ما لحقتش عشان الوقت. هنبدا كمان الشوربه. مدرسه اسمها مدرسه عقبه ابن نافع، المدرسه دي المدرس قال لولي الامر حاجه غريبه قوي. لحظه واحده يا شيف سهر، انت اشتغلي وانا اهو. بعد ما خلص الحصه بتاعته، وليت الامر راح اجيب ابنها من المدرسه، راح قال لهم يا فندم انا عايز 45 جنيه، فقالت له 45 جنيه دول بتوع ايه؟ فقال لها الفلوس دي انا باخدها عشان انا اديت حصه زياده لابنك، حصه زياده جوه المدرسه، يعني بياخد فلوس من الحصص الزياده او اللي هي مجموعه التقويه. فده طبعا دي شكوى من وليت امر، يا ريت بقى وزاره التربيه والتعليم او المحققين يحققوا في المدرسه دي، اسمها مدرسه عقبه بن نافع بالجيزه. حطينا التوم علشان شوربة السي فود. طبعا ده جمبري ستيك. هو السي فود عبارة عن ايه يا ست؟ نعم؟ السي فود عبارة عن ايه؟ انت جايبة ايه معاكي؟ السي فود عبارة عن سمك وكاليماري وكابوريا وجمبري وكابوريا ستيكس. تمام. نبدأ نحط التوابل، فلفل، توابل. الأكلة دي على فكرة أكلة سريعة ما بتاخدش وقت. لا خالص. كمون، بس توابل الشرق أقصى هتتحط على الفاهيتة بس. هي الشرق اقصى دي عباره عن ايه ما تعرفيش؟ لا هي بتبقى جاهزه عند العطار كده. جاهزه كده. عشان ريحتها بس بعد كده. بس ريحتها بتبقى هايله الصراحه. هي عامله زي بهارات اللحمه. لا مش بهارات اللحمه، هي ريحة. هي ريحة. هي خاصه اصلا اكتر للفراخ. لا انا بقول لك والاسماك بتديها تيست رائع الصراحه. فلفل. تشويحة السي فود طبعا بتديله طعم حلو جدا مع التوم، مع التوم والتوابل بتاعته. هنحط بقى كوباية المية، ودي الفايتة قربت خلاص تجهز. ايوه انا معاك، انا معاك يا شيف. هم بيقولوا لي يا جماعه حيوا الاهلي، فانا هحيي الاهلي طبعا، واحيي برضو الزمالك عشان من الزمالك كمان الزمالكويه هيزعلوا. انا بحيي الاثنين بس انا اهلاويه، بس عشان بس ما ازعلش حد، انا اهلاويه بس انا بحب الاثنين، بحب الاهلي وبحب الزمالك. هو اهم حاجه بصي يعني مش فارقه مين اللي يكسب، الاثنين في مصر، واهم حاجه ما نتعصبش بالظبط يعني، بس احنا يعني وما يكونش عندنا عنصريه من اي نوع. لازم احنا متربيين على اهلي وزمالك، لما تعبنا نفسيا بسبب الماتشات لا لا لا، هو اهم حاجه بس ما يكونش عندنا عنصريه
تعصب وتعصب في موضوع الاهل والبنات. دي كده اكلتنا خلصت. عامله الرز الصياديه جاهز. اه تمام. الرز الصياديه بنعمله كلنا في بيوتنا وبيبقى جاهز. الو معانا مكالمه. الو وقت الحلقه بس. الو ايوه مين معايا؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك معاكي والله علي يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ علي اتفضل. الله يخليك يا فندم. حضرتك والله بس كان في عندي مشكله صغيره. اه اتفضل. يا ريت والله حضرتك بس يعني حضرتك بس انا عايز اوصل صوتي لاي مسؤول بس يسمعني وحاجه زي كده يعني. اعمل ايه؟ اي مسؤول. انا عايز اوصل صوتي حضرتك بس يا فندم لاي مسؤول. اه اتفضل يا فندم قول. ماشي يا فندم شكرا يا فندم. هو والله بس انا كنت رايح بقدم في شغلانه كده وظيفه حكوميه. اه. فبيقولوا لي الوسائط والكلام ده كله يا فندم فيا ريت بس يعني شغل الوسائط والكلام ده كله يا ريت يتلغي خالص يا فندم بس يعني المحسوبيه والكلام ده. هو في حد دلوقتي بيشتغل في الحكومه يا فندم؟ كله قطاع خاص دلوقتي احنا بنخصخص يعني ايه الحكومه اكتفت بالشغل. فدلوقتي الشغل يا جماعه انا برضو موضوع الشغل ده موضوع الحكومه وموضوع ان انا اقعد على مكتب. انا متشكره يا فندم. بس موضوع ان انا اقعد على مكتب اشتغل اي حاجه والله اي حاجه اشتغل مش شرط ان انا اروح اقعد على مكتب واقعد بطاله مقنعه. انا بسميها بطاله مقنعه موظفين اصلا ما بيشتغلوش بس عايز اشتغل في الحكومه. طب ما تشتغل في العاصمه الاداريه في اي قطاع خاص ايه المشكله؟ هو الشباب مش عايزين يتعبوا الصراحه. الثقافه عندنا عايزه كلها تتغير. كنت الموضوع ده قبل كده في القناه بتاعتي وكنت بجيب مشاريع انا الشباب. لو جبت اي مشروع صغير وقعدت ابيع والله عادي. هو حرام يا جماعه يعني مش عارف. هو للاسف للاسف احنا بنحب احنا عندنا ثقافه يعني. شوفوا الصين بتعمل ايه وشوفوا الدول المنتجه بتعمل ايه وشوفوا ازاي تقدمت واتطورت. ما عندهمش حاجه اسمها حكومه وخاص كله بيشتغل والارزاق بتاعت ربنا. طبعا طبعا. ادي الجمبري بتاعنا الفاهيتا. اه جمبري استوى اهو. الله جميل ما شاء الله جميل. هنحطه في وسط الرز. هحطه في وسط الرز هيبقى شكله تحفه اهو. ده كده طبقنا. اه جميل جميل. هتبقى الطبق ده عندي كده عشان اكل. بقى الطبق التاني. اه ده اكل كده وانا قاعده عشان انا ايه. ايوه صراحه جعانه. هدي بقى معلقه. معانا ام علي. الو برضو ام علي. ازيك يا ام علي؟ احنا مش هنعمل ام علي النهارده للاسف. ايوه بقول لك هنعمل ام علي ولا ايه؟ عليكم السلام. الو طبق الرز بالجمبري ده تاكلوه وانتوا تتفرجوا على الماتش. ايوه ايوه يا فندم. الو الحاجات الحلوه اللي انت عاملينها دي ايه رايك؟ الو سامعاني؟ جميلة قوي. طب جميلة ايه اتفضلي قولي سؤالك. الو ايوه معاكي. معاكي يا ام علي. مفيش معلقه يا جماعه. معاكي اللي انت هاكل هاكل بالكبشة. لا وشرب سي فود كمان يعني. جميل اللي انت بتحلله وزمانك وتجدعي. انا زمهلاويه يا حبيبتي. انا زمهلاويه مع الاثنين. اه ما انا بقول لك بتحيي الاهل والزمالك. اه ده كويس يعني. طبعا اكيد لا للتعصب طبعا. عايزين نحط الطبق الثاني. الطبق الثاني. الله عشان هنبدا في الثاني. اه نحط بقى التاني. ده الحادق يا جماعه اتفضلوا كده اللي معايا. ده الحادق. لسه بقى ندخل على الحلو. الحلو عندنا النهارده بسبوسه. هعمل لكم بسبوسه زي بتاعه المحلات. بسبوسه بقى تبقى ماشي. حلوه بقى مع ماتش الاهلي والزمالك كده. أيوة. وبتدفي كمان عشان الجو ساقع كمان. ايه نتفرج كده يعني المجلس. الله مع كوبايه الشاي. مع كوبايه شاي. بس بلاش حد يشرب سجاير ويتعصب بعد اذنكم. لا هو مش ناقصين موضوع السجاير ده خالص. موضوع السجاير ده مشكله. انا من ضمن مبادراتي ان انا عملت حمله ضد السجاير ضد التدخين عموما. برافو عليكي. الو معانا هناء. الو ازيك يا هناء؟ حنان ازيك يا حنان؟ الو يا عامله كويسه يا عامله استاذه نور. الله ايه رايك في الاكل الجميل ده؟ انا اللي بكلمك كل جمعه انت عارفاني اكلك زي العسل. اهلا بيكي يا حبيبتي ربنا يخليكي. والله العظيم انا متوقعه ان شاء الله ان الاهلي هيفوز. كام يا حبيبتي قولي اسمك ايه قولي؟ اسمي حنان. حنان من الاقصر. حنان ايه؟ من الاقصر. من الاقصر. اه الاهلي هيفوز كام كام قولي؟ الاهلي هيفوز لله 2-1. 2-1 ماشي يا هناء. حنان لو توقع طلع صح هتاخدي جايزه حبيبتي. طب
قولي لي رقمك بقى سيبيه في الكنترول. ماشي ماشي اوكي. خدوا رقمها يا جماعه. نقول المقادير. قولي المقادير. المقادير معايا بسبوسه عادي الكياس العاديه. بسبوسه جاهزه. بسبوسه جاهزه. ومعايا معلقه لبن بودره، معلقه بيكنج باودر، والزبده بتاعتنا العاديه. بس التكات بقى، التكات والحركات دي بتاعت الشيف حسن. تجميعها بقى مع بعضها. احنا نقلد الشيف حسن. هنحط اللبن البودره الاول ونقلبه، وبعد كده نبدا بالزبده. بس للاسف بقى ايه الزبده جامده شويه. انت بتقلبي السميد مع بسبوسه في الزبده. مع الزبده. لا جميل. الاول قلبنا اللبن البودره مع البيكنج باودر الاول. قلبناها في كله. هو ده عباره عن ايه بس عشان انا عايز اعرف ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ دست زي محشي شوكولاته ولا محشي شوكولاته؟ لا محشي كريسبي. كريسبي ده كريسبي. الشوكولاته هي اللي بره. للاسف بقى الزبده مش سايحه، جمدت قوي. مستنيين توقعاتكم يا جماعه في المباراه النهارده، مين هيفوز؟ يلا خلصونا. الفوز الاهلي 2-0. واحد لسه قايل لي الكلام ده دلوقتي. محتاجه الايد عشان 2-0. يلا محمد الكيلاني. التوقعات ان شاء الله. طب ما نشوف. انا عمال اكتب اهو عشان الفايز ليه جايزه بجد، يعني ما بنضحكش على حد. خلاص اتوقع انا. توقعي اتفضلي قولي قولي يلا قولي. ايه؟ قولي اتفضلي. انا بتوقع ان الزمالك النهارده هيخسر. الزمالك ايه؟ لازم الارقام. 1-0 للزمالك. وانا متوقعه 1-0 للاهلي. للاهلي؟ يعني توقع، انا معرفش طبعا. طبعا عادي، انا بالنسبه لي يعني ايه؟ 1. في توقع تاني يا جماعه؟ يلا. اللي بينجح البسبوسه كمان الزبده الكتير. دي اكتر حاجه تنجح البسبوسه. بس الزبده تكون صحه يا جماعه كده، لان للاسف الجو ساقع فجمد الزبده قوي. ندمج الزبده، هي دي بقى اللي اسمه البس. ده البس. انت كده بتبس. كده. ما هي البسبوسه اساسها البس، لكن بعد ما تبسي الزبده مع البسبوسه نفسها ما تشتغليش فيها كتير. الماتش هيخلص تعادل وهيلعبوا ضربات جزاء والاهلي هيفوز. طب مش دخلت انا عايزه مداخله، عايزه المداخله على طول. محمد بسطاوي، استاذ محمد بسطاوي. هنبدا نحط لها ايه؟ تعادل. الميه على قد ما ايه ما تحتاج، على قد ما تتلم معانا. اي مداخلات دخلوها يا جماعه؟ على قد ما تستوعب الميه. على قد ما تستوعب. مش هتستوعب كتير، خلي بالكم. هو حضرتك حطيتي، بصي شيف، حطيتي البسبوسه اللي هو السميد والسمنه او الزبده. لا. والميه. لا تحطي اللبن البودره. لبن باودر. وسكر. لا مش سكر، هي بتبقى جايه بسكرها جاهزه. تمام، دي جاهزه. الجاهزه معانا استاذ سعيد. الو. ايوه استاذ سعيد. عليكم السلام. انا سعيد سعد المركز ابو دشت. اهلا وسهلا يا فندم. محافظ الجني. اهلا وسهلا. شيخ الرحمن، اتوقع الزمالك يفوز 2-1. 2-1 للزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. 2-1 للزمالك باذن الله، يفرح الاهلي والزمالك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. كده بدانا خلاص ايه لمت معانا. وهنبدا ندخلها الفرن. طبعا احنا معانا واحده جاهزه عشان وقت الهواء، لانها بتاخد من 25 ل 30 دقيقه في الفرن، على فرن عالي. ما تتحرقش على فرن عالي. لا لا تمام، هي مش هتتحرق معانا. وهنا بقى ايه الجاهزه اهي، هتبقى لونها دي بقى سقتيها شربات ولا ايه؟ دي بس ايه. شربات. هو البسبوسه مش بتحط عليها بيكنج باودر ولا اي حاجه؟ لا محطوط. فهي في الجاهزه ولا انت؟ لا الجاهزه ما بتبقاش فيها. لا 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 اللي هو لا حطيتي اللبن وبيكنج. اللبن وبيكنج باودر الاثنين مع بعض الاول قبل اي حاجه. بتاعت المحلات تبقى رقيقه مش نافشه يعني. ما هي دي مش نافشه. بص حضرتك، امال البيكنج باودر لازمته ايه؟ البيكنج باودر بيرفعها حاجه بسيطه. بس ما تحطيش كميه كبيره. تمام. لان كل ما كترتي كميه البيكنج باودر للاسف بيعليها ويفرطها. ادي الكريمه بتاعتنا. يلا يا جماعه مستنيين توقعات بتاعتكم، اتفضلوا. عايزين مداخلات عشان الفايز ليه جايزه من البرنامج. جميله التورته دي. انا بحب الجرنش جدا. الفرن مش شغال.
فرن ايه اللي مش شغال؟ بقول لك يعني كنت تسوي اللي هي النقطه البسبوسه الثانيه النايه. ما هنعمل ايه بقى؟ انا عشان بس وقت الحلقه كمان. لا معانا وقت الظهر هما. معانا كنزي. الو ازيك يا كنزي؟ ايوه ايوه يا كنزي ازيك؟ كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. توقعاتك ايه يا حبيبتي النهارده؟ 1-0 للاهلي ان شاء الله. هو الشعب كله اهلاوي بيتهيألي. ليه كده؟ الزملكاويه مالهمش حظ ولا ايه؟ فين الزملكاويه طيب؟ معرفش ليه عدد الاهلاويه اكتر من الزملكاويه، ايه السر يا جماعه؟ فين الزملكاويه؟ يطلعوا لنا كده يقولوا اي حاجه. مش عارف ايه سر في الموضوع. شكله كده. شكرا يا كنزي، متشكره يا حبيبتي. اهو شفتي؟ بقت التورته اهي. دي احلى بقى واحنا قاعدين نتفرج على الماتش ونمزبز براحتنا فيها. احنا كده خلصنا. جميل. بس يا رب يكون الحاجات عجبتكم. احنا دلوقتي فتره في الاكل. ده اعلان؟ ايه؟ في اعلان؟ طب معانا عبير؟ في ايه؟ بتقولي ايه؟ لا مفيش. مفيش ايه؟ الو معانا عبير. الو ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ ايه رايك في الاكل ده يا عبير؟ وانت طيبه، ايه رايك في الاكل ده؟ تمام. جميل؟ لا ما شاء الله حلو قوي والله. ربنا يخليكي. وان شاء الله البسبوسه تطلع يعني وشها حلو على الاهلاويه. هي بتاعت بسبوسه ان شاء الله. طب انا عايزه اعرف انت هتعملي بسبوسه وتاكلي قدام الماتش ولا هتتفرجي على الماتش فين النهارده يا شيماء؟ يا انت اسمعي. نعم. هتتفرجي على الماتش فين؟ في البيت طبعا. في الساعه دي الواحد هيروح فين؟ هتروحي هتروحي كافيه يعني؟ لا لا في البيت. في البيت يا جماعه. انا بنصح كل الناس تتفرجوا على الماتش في البيت علشان كورونا، مش عايزين تجمعات، كله يلبس الكمامه. أيوة. كله يلتزم بالتعليمات بتاعه الحكومه عشان تحمي نفسك. دلوقتي الناس اللي بيجي لها كورونا المستشفيات مش بتاخدها اساسا، فيعني احنا عايزين حمايه، فيا ريت نتفرج على في البيت. وان شاء الله ربنا يفرح كل الاهلاويه وكل الزملكاويه باذن الله. عايزاك تقولي كلمه اخيره يا شيف. والله موضوع التعصب ده موضوع صعب جدا. ونتعصب ليه؟ اللعبه يعني حاجه حلوه، اللعب سواء اهلي سواء زمالك المفروض ان احنا ما نتعصبش، والمفروض ان احنا يعني نفرح لبعض. طبعا المشكله لبعض. مشكله روح رياضيه يا شيخ. روح رياضيه. ايوه عادي. اهلي زمالك ايه؟ طول عمرنا بنكسب وبنخسر، الاهلي بيكسب. بس المشكله ان الناس متربيه على التعصب، متربيين ان لا انا اهلاوي لازم الاهلي يكسب، انا زملكاوي لازم، ولو الاهلي خسر ما اعرفش كسب الزمالك يشتم الاهلي، ولو الزمالك خسر ده ما اعرفش كل حاجه. طب ليه يا جماعه كل حاجة بقى؟ ليه؟ لو ما مشيتش على رايي او ما مشيتش على لازم رايي هو اللي يفوز. انا بتاعي منطقي. لا هو وجهات نظر واحنا بنحب تبادل الاراء. وانا بشكركم جدا وان شاء الله الاهلي يفوز وباذن الله الزمالك يفوز وهما الاثنين يفوزوا وتحيا مصر في الاخر، ومصر في الاخر هي اللي هتفوز. والى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.